فينا ديما نحاول نرجع معاكم مع الميتيو والافتتاحي لطقس اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي، خاطر برشا منكم هذا بهم يعرفوا كيف باش يكون الطقس. كما قلت لكم قبيله البارح هذاك اهبط في المعهد الوطني للرصد الجوي انه الطقس بليز وموا فما بعض الامطار، فما امطار كما البارح والا لا. كما قلت لكم في تحليل لطقس اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي، الحراره لليوم في انخفاض وتتراوح الحراره القصوى بين 26 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 34 و 42 درجة ببقية المناطق، كما توصل 44 درجة بأقصى الجنوب. الرياح قوية اليوم، اليوم قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعها العجاج ردوا بالكم، ومعتدلة فقوية نسبيا في بقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم نعرفوا برشا عاملين بروجرام تاع بحر، للأسف نقولكم البحر شديد الاضطراب عموما ويكون هايج خاصة بالشمال. الأمطار متفرقة بمناطق أقصى الشمال الغربي الصباح، وبعد الطقس عامة يولي قليل السحب، يعني السحب تمشي وتقل بشوي بشوي حتى لين يرجع الغدوة الطقس عالل. لكن سو كيسيو غدوة اليوم بلتو الطقس باش يكون مروح شوية، درجة الحرارة في انخفاض، وهذه باش نحسوها بالنسمات الباردة. زيدا كيف كيف في تدوينة لمحرز الغنوشي من المعهد الوطني للرصد الجوي، كما قال يعني عنده ساعتين توا قال صباح الخير، انخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و 37 درجة، رياح قوية في البحر هائج إلى شديد الهيجان مع غياب الأمطار وعودة الصحو. يمكن الطقس كما قلت لكم ما يعومش، الطقس مش بارد شوية لكن مروح للأسف. نخليه العومة الغدوة والجمعة الجاية يمكن. هذا كان التحليل للميتيو. حوارات.